المكدوس هلأ صار وقته، موسم البيتنجان وموسم زيت الزيتون، صار لازم هلأ تحضروا المكدوس على طريقة اللي رح تدعولي من وراء هالطريقة قد ما هي بتجنن، ورح يطلع معاكم البيتنجان مستوي صح والحشوة بتجنن. بالبداية استخدموا أي نوع بيتنجان أنتوا بتحبوه، سواء الحمصي أو البلدي، بدكم تحطوا كمية مي وفيرة على النار وتكون مغلية بتسقطوا فيها البيتنجانات، بحط عليها تقول لحتى يستوي كل البيتنجان نفس السوا. أهم إشي تنسوكم من قصة الوقت، أنا مثلا الثلاثة كيلو هدول أخذوا معي بالضبط 12 دقيقة، بس الفكرة صح إنكم لما تضغطوا عليها يعلم إصبعكم عليها من تحت. بعد هيك بقيم عنه القمع وشوفوا بشقه بالسكين، كشف إنه هاي الطريقة بتخليه أبيض وبيجنن. باخد الملح كالعادة، بستخدم ملح ساسي رشة خفيفة، وبعمل هذا الحكي بكل كمية البيتنجان، برجع بغطيه بحط عليه وزن كتير وبتركه من 24 ساعة ل 48 ساعة مش أكتر من هيك عشان ما يجلد البيتنجان. الحشوة عندي نص كيلو من الجوز، عليهم معلقتين من الفلفل أو الشطة، وعليهم معلقة من دبس الفليفل إذا كانت موجودة، معلقة الخل، وثلاث معالق كبيرة من الملح الخشم اللي رح يعادل لي الطعمة ورح يطلع ممتاز. لا تكتروا عن هيك ملح، بيطلع مالح وما في طريقة تعالجه الملوحة. الخل رح يعادل لي الحموضة ويخلي طعمها كتير طيب. بحشي البيتنجانات كلياتها، بحشيها هيك حشوة بعزها. بستخدم مرتبنات الأزاز عشان ما تدخل هواء، بصفية المكدوسات وأكيد من زيتات الزيتون البلديين اللي جبتهم من المعصرة. وشوفوا لي هالمكدوس، غطوه أسبوعين ودوقوا بعد هيك.